سلمك زين يلا. طبعا استمر بناء المسجد 10 سنوات من 76 ل 86. يلا يا صالح شد حيلك معاي. يلا توكل. لا تفشلني عاد. يلا يلا. كان مسجد الملك فيصل أكبر مسجد بالعالم عندما تم بنائه، يعني لما بنوه بالسبعينات الثمانينات كان أكبر مسجد بالعالم، صح ولا خطأ؟ صح. أثبت صح؟ صح. ثبت ولا صح؟ ثبتها وأنت الصح. يا الله يا الله مبروك. صالح. نعم. مساء انا المتصل اللي قبلك ساره زين اللي فازت بس 100 للاسف، بس ما يخالف مبروك عليها ال 100. لما كانت تقول اجابه صحيحه كنت اقول لها كلمه بالباكستاني، اذا قلت لي شنو الكلمه اللي كنت قاعد اقولها بالباكستاني راح اعطيك 50 دينار. والله لحظه ايش قلت لها؟ لا والله ما تذكر. شايفه تروح عليك ال 50 حسافه، على الاقل خذها قبل بدال السؤال. والله ما كنت قاعد اقول كلمه، جواب شنو؟ ما جواب نسيتها. ما راح ما راح خلاص عيل انت مو درست ما راح اعطيك ال 50 مساعدك انا يا صالح. طبعا هو كان اكبر مسجد من عام 86 حتى عام 93، ثم تم توسعه الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف. زين نروح حق السؤال الثالث. يلا الحين خذينا ال 100 نبي ال 200 يا صالح شد حيلك ان شاء الله. المهندس الذي صمم المسجد هو ودع الدالوكاي، وهو من تركيا ولا النمسا ولا باكستان؟ تركي تركي تركيا. اثبت؟ اي نعم. متاكد؟ هذه متاكد منها. متاكد منها هذه؟ اي متاكد. يقول متاكد منها هذه وعطوه تركيا وجواب الدرس. يا الله يا الله. الحين عرفت شنو انا مساء اقول؟ جواب درست. ايه ايه درسته درسته. يلا. طبعا تم اجراء مسابقه دوليه شاركت فيها 17 دوله وتم تقديم 47 نموذج، وفازت تركي ودع الدالوكاي بالتصميم هذا. شفت شلون؟ يعني مو شيء هين شغل. اي صح. يلا. سؤال الاخير يا صالح عشان تاخذ ال 200. ان شاء الله. شفت ريجي يا صالح؟ رقبتي صار فيني شو اسمه صار فيني لا 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 في شغله تضحك الحين راح اقول لك اياها، صار فيني ديسك برقبتي. لا ان شاء الله ما طلع العافيه. شيء اسمه غضروف بالرقبه؟ صار فيني غضروف برقبتي. ارجع ارجع وكفاك. يلا 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 يلا. السؤال الاخير يقول توفى الملك فيصل بن عبد العزيز ال سعود عام 1975 عن طريق حادث سيارة، الملك فيصل ها الملك فيصل آل سعود الله يرحمه برحمته، ولا مرض مزمن ولا حادث اغتيال؟ حادث اغتيال. أكيد. إي نعم. أثبت. ثبتي. متأكد. متأكد. حادث اغتيال. إي نعم. الله يرحمه برحمته. الله يرحمه الله. وجواب درستي صح. يا الله يا الله. صالح مبروك عليك 200 دينار مقدمة من وزارة الإعلام الكويتية، وعساك من العايدين والفايزين. بس في معلومة لازم أقولها عن الملك فيصل بن عبد العزيز رحمة الله عليه، يعتقد أن سبب اغتياله لأن أوقف تصدير النفط للدول التي ساندت إسرائيل. وكان الملك فيصل رحمة الله عليه من أكثر الشخصيات التي اهتمت بقضية القدس وبالصراع العربي الإسرائيلي. منو معايا محمد؟ سحب الارقام سحب الارقام. يلا الحظ هني له دور كبير، لان لا انا ولا محمد ولا احد من فريق العمل يتدخل في الكمبيوتر، مجرد ما نقول ستوب الكمبيوتر يوقف وانا الحين اقول ستوب. 9903211XX مبروك 100 دينار مقدم من وزاره الاعلام الكويتيه ورود حول العالم. مشاهدينا اللي يطلع رقمه لما نتصل عليكم ردوا، لان اذا ما رديتوا ال 100 راح تروح عليكم. هذا الاتفاق مع بين الماليه وفريق طبعا الاخوان اللي بالكنترول، يعني الماليه اعطتنا اوامر اللي ما يرد على الخط راح تروح عليه ال 100. بليز كلكم ردوا ستوب 9 7 7 5 9 3 XX.
ألف مبروك 100 دينار مقدم من وزارة الإعلام الكويتية. على فكرة كل يوم قاعد نختار ثلاث أرقام اللي قاعد يفوزون بس اثنين، يعني نوزع 200 أو بعض المرات 100 نوزع، يعني شخص واحد، لأنه ما قاعد تردون، ولما ما تردون يعني أنتم مو قاعد تتابعون صح؟ وستوب 9 9 8 9 0 9 XX مبروك 100 دينار. الإخوان راح يكلمونكم. مشاهدينا الأعزاء، محمد بولند يقول لي لازم ورود ناخذ هذا التقرير ونرجع نتواصل معاكم في باكستان. تابعوا التقرير. يوجد الكثير من الأماكن التي تتميز بها باكستان عن غيرها من الدول، فيها المتحف الوطني الثري بمقتنياته ومعالم وآثار ومتاحف عديدة، ومدينة موهنجو آخر مدن حضارة وادي السند، ومتحف لاهور الذي ضم الكثير من التحف الأثرية النادرة لحضارة المغول والسيخ والعهود البريطانية، وقطع أثرية وتماثيل من العصور اليونانية. العنود هلا حبيبتي. يا هلا وغلا العنود. بسألكم شباب، العنود مشاركة بالمسابقة ولا اخترنا رقمها؟ طلع رقمها على الشاشة. عدل العنود، ها معنا مشاركة العنود. الو هلا حبيبتي. هلا العنود، شلونك؟ هلا وغلا، شو اخبارك؟ هلا فيك، مبارك عليك بعد الشهر حبيبتي. علينا وعليك، كل عام وانت بخير وعساك من الفايزين يا ربي والعايدين. اجمعين يا رب، عساك من الفايزين والعايدين يا عنود. منورة الشاشة والرودة. هذا نورج حبيبتي. قولي لي عنود، متابعتنا؟ والله صراحة متابعتكم برامجكم، صراحة أحب أشكر تلفزيون الكويت على هالبرامج الجميلة صراحة. نعم. وأكثر شيء بالبرنامج حلو إنه صراحة قبل الفطور. نعم. يعني توقيته حلو صراحة ومباشر، وفي كونتاكت بيننا وبينكم، يعني صراحة هذا الشيء وايد حلو. أنت ما شاء الله لبسك ومكياجك يعني منورة كل يوم وردة ما شاء الله. حبيبة قلبي حبيبتي، عيونك الحلوة وأنت الحلوة يا عنود، ومشكورة على هالإطراء. وإحنا تلفزيون الكويت دائما وأبدا الزين عندنا. الله أعلى يا ربي. من خصوصا في الفترة الأخيرة، يعني السنة الأخيرة هذه اللي راحت، الزين صار عندنا بشكل مو طبيعي يعني. حبيبتي بعد هذا تلفزيون ديرتنا. الحمد لله، الحمد لله على كل حال حبيبتي. يلا عنود، طبعا رايحة باكستان؟ لا طبعا. بس إن شاء الله قارية ومحضرة. يلا والله إن شاء الله، توني قاعدة أطالع وأدس على حد جوجل. يلا حلو حلو، شنو فطوركم اليوم؟ والله اليوم تشريب ومكابيس كذي، يعني سوالف كل يوم شيء. أهم شيء أنت ساعدتي، سويتي شيء، قليتي شيء، حطيتي يعني أنا أسوي الخفايف، السلطات، الأسماء الخفيفة، كبر. همزين يا العنود، همزين. يعني في تطور شوي شوي. يلا يلا حبيبة قلبي، إن شاء الله بالعافية. هني 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 عليك. أجمعين يا ربي أجمعين. شايف المعالم عندنا عنود؟ إي والله العنود، أقصد العنود. شايف المعالم العنود؟ شنو تختارين من المعالم؟ أختار جبال باكستان. جبال باكستان 14، جبل كيتو. جبل كي 2. اي جبل كي 2. شدي حيلك معايا العنود ان شاء الله. بقول لك عاودتش بالعيد تروحين هالجبل هذا كذي تزورين؟ والله والله هو شكله يسوق صراحه ما شاء الله. وين بتروحين بالعيد ولا بالكويت؟ والله ان شاء الله بعد العيد رايحه. وين وين بتروحين بعد العيد؟ ان شاء الله المانيا وسويسرا. ان شاء الله يا العنود. يلا خلاص معنا حبيبتي. انا بروح لندن. يلا زين قراب قراب بالقطر نشوف قريب عليك. إيه ان شاء الله قراب عليكم حبيبتي، نتواعد نلتقي في باريس، ايش رايك؟ اي الله عادي بي لصد باريس. يلا يلا حبيبتي، خلاص اعطيك المعلومه واسالك وشدي حيلك العنود ان شاء الله. هو اعلى جبل في باكستان ومن اعلى الجبال في العالم، ويسمى ايضا جودوي اوستن. اوكي جودوي جادوي اوستن اوستن ما أدري عاد شنو اسمه؟ جودوي أودوين، جودوي أستن. المهم نسبة إلى الشخص الذي اكتشفه، يعتبر جبل كيتو ثاني أعلى قمة بالعالم بعد قمة أفرست، صح ولا خطأ؟ صح. أثبت؟ ثبت إن شاء الله صح. ثبت إن شاء الله صح. وأنت
بيرثدي صح. يا الله عنود هلا حبيبي عنود، بحولت ال 200 دينار يورو خلاص ها عشان سويسرا والله. يلا خليني اعطيك معلومه عنود، مو بس ال 50 معلومه فوقها، يبلغ ارتفاعه 8.6 كيلو متر واقل ب 200 متر فقط من قمه ايفرست، يعني شوفي شنو عالي هالجبل ما شاء الله. يلا نشوف السؤال الثاني. يلا، يطلق على جبل K2 لقب الجبل العالي ولا الجبل الثلجي ولا الجبل المتوحش؟ والله شوف هو شكله متوحش. شكله متوحش؟ يعجبني ذكائك يا العنود وثبتوا له المتوحش وصح. مبروك يا الله يا الله مبروك عنود. عامر حبيبتي ما تشوفين وحش ان شاء الله، ما يمر عليك عدو. منو مسميت العنود؟ حلو اسمك. والله الوالد سماني العنود. الوالد تحياتنا حق الوالد اكيد، وعلى الذوق الحلو، اسم حلو، عيونك الحلوه. مين يا بعد عمري حبيبتي؟ يلا، واحد من اربع اشخاص يموت عند تسلق الجبل، ويتميز هذا الجبل بانحداراته الشديده والخطيره، عشان كذي يسموه المتوحش. متوحش. الحين ضمننا ال 100 عنود، نبي ال 200. يلا شدي حيلك معانا عشان تروحين المطبخ تساعدينهم تسوين سلطات وخفايف ومقالي وهالسوالف. اي ان شاء الله حبيبتي. وبعد مو تنسيني عاد بزين. لا بعد عمري لازم ننقص لك، لازم اعزمك على يوم عندنا. انجح حبيبه قلبي، واصله العزيمه. حياك الله حبيبتي. يلا السؤال الثالث. يلا، يسمى جبل K2 بجبل جودي استون لانه اول متسلق للجبل ولا مكتشف الجبل ولا نسبة إلى منطقة أوستن؟ ليش سموه جبل K2؟ خلينا نقول بالوسط، مكتشف الجبل. مكتشف الجبل، خير الأمور الوسط. نثبتها، ثبتوا لها مكتشف الجبل وانت صح. يا الله يا الله مبروك عنود. هذا اللي باب من وين؟ من يبب؟ والله انا شغل عدل تيببين حق نفسك. يا حلوه حبيبتي، يا حلوه انت والله، تسلمين. يلا نسال السؤال الاخير وركزي فيه شويه، هذا السؤال يحير. ان شاء الله يا رب يكون سهل. طبعا الحين بنسال عن العالم العربي، ها؟ العالم العربي. اوكي، ما هو اعلى جبل في العالم العربي؟ هل هو هضبة الجولان في سوريا؟ واعتقد في فرق بين هضبة وجبل. اوكي. ولا جبل طوبقال بالمغرب؟ ولا جبل سيناء بمصر وتايم؟ لا بعد اكيد المغرب، جبل طوبقال بالمغرب. اكيد؟ اكيد. اثبت عنود. وانتي؟ عنود ايش بتسوين بال 200؟ والله بعطيهم حق بنتي صراحة. حق بنتك؟ وتستاهل. بنتك كم عمرها؟ 3 سنين ونص. الأمر كله، وألف مبروك. ألف مبروك يا الله. عنود 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 لا تروحي، تعالي بسألك. بعد عمري حبيبتي. بعد عمري عمرك. قولي لي شو اسم بنتك إذا أنت العنود، اسمك كذي حلو، شو اسم بنتك؟ بنتي اسمها فاطمة. فاطمة، الله الله الله، اسم رائع وجميل. أكيد نوجه تحية حق كل فاطمة. عيونك الحلوة يسلمك، يخلي تطلوا لي يا رب إن شاء الله تشوفينا معك يا رب. حبيبتي أجمعين مشكور. تعزميني على عرسها إن شاء الله. إن شاء الله، هذه أحلى دعوة يا عنود والله. حبيبتي كل عام وأنتم بخير، ويعطيكم ألف عافية ومنها للأعلى يا ربي. حبيبة قلبي يسلمك ويخليك، مبروك عليك 200 دينار، حياك الله يا عنود. الله يبارك فيك حبيبتي. تويتر تويتر تويتر، مشاهدينا في تويتر عندنا 3 جاوبوا وبس ما ردوا على اتصالنا. 2 منهم كانوا فايزين معنا من قبل فلغيناها، لان ممنوع، يعني احنا نبي صراحه الكل يربح. وعلى فكره في قانون اعتقد قالوا لاخواننا في الماليه ان اللي يربح مره ما راح يقدر يشارك مره ثانيه، لان ما يصير، لازم نعطي مجال حق كل العالم وكل المشاركين وكل المتصلين بقدر المستطاع. منو معنا؟ محمد خالد محمد خلف رباح بالتويتر. خالد محمد خلف هو اللي اجاب على الاقطايه. خالد. نعم. بوليد شلونك؟ الحمد لله عمرك كيف؟ نعم انت بخير. وانت بخير وصحة سلامة. شنو اللي هذه الاقطايه هذه العيميه بنت العيم؟ وما انا زعلت صراحه، راطني وراطنها، انا ضاق خلقي انا، يعني انا مو فرنسيه، انا كويتيه بس بعد بنت العيم. ها شو الإجابة؟ الإجابة البندقية.
البندقية؟ نعم. البندقية بنت عيم؟ نعم. ها؟ تعال محمد، البندقية بنت العيم يسمونها؟ محمد بولن؟ البندقية بنت العيم؟ ليش؟ إيه زين، عبالي اقتدوني أنا خالد. يلا.